أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم التربوي المجتمعي لنتشارك معا. وضيوف هذه الحلقة هنا في الاستوديو وعلى الهواء مباشرة كل من السيد حمود مخلف الفرج رئيس الجمعية الفلاحية بقرية الحمدانية التابعة لمنطقة معدان. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا وسلامة. يسعد أوقاتك. أيضا بيسعدنا يكون معنا السيد جاسم محمد الكدرو الحمادة تاجر من المجتمع مع المحلي بريف الرق المحرر. أهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتك. أهلا ومرحبا بكما ضيفين عزيزين. أهلا. أيضا سيكون معنا مشاهدين الأحبة عبر الهاتف كل من الأستاذ عبد الرزاق خليفة محافظ الرقة والأستاذ فراس علو مدير تربية الرقة والأستاذ محمد السيد مشرف المجمع التربوي في معدان والسيد حسين محمد صالح الخلف من المجتمع المحلي بقرية الخميسية منطقة معدان بريف الرقة المحرر. لأي استفسار، لأي ملاحظة، لأي مداخلة حول دور المجتمع المحلي والأهلي في دعم العملية التربوية والتعليمية في محافظة الرقة وسواها من باقي المحافظات، تواصلوا معنا على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي تظهر تباعا أسفل الشاشة. هذه تحية نجددها لكم مشاهدينا الأحبة، وأبدأ من ضيفي بالاستوديو كل من السيد حمود مخلف، وأبدأ مع حضرتك مباشرة. كمجتمع محلي وأهلي وحضرتك يعني رئيس الجمعية الفلاحية في قرية الحمدانية منطقة معدان، يعني خبرنا عن هذا الدور اللي عم تقوموا فيه، وما بيمنع أنه تعرفنا أكثر عن هي القرية ربما بجغرافيتها ببنيتها المجتمعية. خبرنا عنها. أنا بسأل، إحنا مجتمع محلي إذا نقوم بعمل محلي هو تمام. يعني مؤتبرات، نقول تبرعات. تمام، تتقبلوا تبرعات. تبرعات نعم. لبناء أي مؤسسة، أهم شيء أنه البرنامج التعليمي. نعم، المدرسة. فقمنا بلم عدة تبرعات يعني كذا، يعني شنو بدأ المدرسة أمنا لها من عمار، من سور حديدي. تمام. من قرطاسية، من شنو تعتز إحنا قدمنا لنا. انتم بيوم الايام تهجرتوا من قريه الحمدانيه. نعم. بفعل الارهاب والارهابيين. نعم. امتى رجعتوا على الحمدانيه؟ رجعنا بال 2018. نعم. يعني من 2018 هلا لمطلع 2024 كان لكم ايادي بيضاء بانكم تشتغلوا. نعم. كانت الاولويات منكم بانكم هلا، بما انه في حضرتك رئيس الجمعيه الفلاحيه. نعم. فاكيد بتشتغلوا كثير بالزراعه، يعني انتم. نعم. مجتمع قروي زراعي. نعم. بتعتمدوا على ربما يعني تربية الحيوانات، على الزراعة. شو بتزرعوا بالحمدانية؟ نزرع القمح. القمح والذرة الصفراء. والقطن. حلو. وخضروات، يعني بعض الخضروات. نعم. خضروات اللي بتكفي يعني حاجيات. حاجيات نعم. كمجتمع. نعم. كمجتمع محلي. أما الزراعات اللي بتعتمدوا عليها وهي الكتيرة، القمح. القمح. نعم. القطن والذرة الصفراء. نعم. حلو هذا الكلام. بتربوا حيوانات أيضا. نعم. حتى تكفي كمان اكتفاء ذاتي تقريبا. اكتفاء ذاتي. نعم. جميل هذا الكلام. نعم. وقت اللي رجعتوا كان في أولويات، كان في دمار عندكم بقرية الحمدانية. نعم، دمار حيل حيل كثير في قصة الحمدانية بالأخص. يعني دمرت حيل يعني. فقلنا احنا لغينا بعض المدارس. يعني الناس كان عندكم مدرسة؟ ايه، احنا اسمه عندنا يجي الحمدانية يجي شي تقريبا 10 مدارس. 10 مدارس. نعم. يعني بعض منها مدمرة على الخالص، بعض منها يعني تقريبا قمنا بلم اسمه تبرعات المجتمع الأهلي. وقمنا بإصلاحها. تمام. قديش أهلتوا لحد الآن يعني حسب معلوماتك سيد حمود؟ والله أهلنا تقريبا يعني شيء 2/3. تمام. من المدارس مشاحن إن شاء الله، يعني كلهم يعصر. يعني أهم شيء إحنا ندعم المؤسسات التعليمية. تمام، حلو هذا الكلام. طيب أيضا سيد جاسم، يعني نسأل حضرتك، أنتوا كمان هلأ بريف الرقة المحرر أيضا بالحمدانية ولا بغير قرية؟ بالبداية حاب أشكرك على هذه الاستضافة. شكرا لك ولأسرة القناة الفضائية استضافتنا بهذا التوقيت، وحاب أنقل لك بهذه اللحظة أنتهز هذه الفرصة أنقل لك تحيات وسلام طيب من أهل المنطقة الريف المحرر، مدينة معدان والقرى المحيطة بها. هؤلاء الناس الطيبين اللي وقفوا بجانب الدولة، وقفوا بجانب المؤسسات الحكومية، بجانب وطن والمدرسة هي عبارة عن بيت ثاني يعلم الأولاد وغيره.
وغيرها. فأنا من قرية الخميسية، هي القرية اللي تبعد عن معدان 1 كيلومتر باتجاه الغربي، هي أول قرية باتجاه المدينة. هي قرية طبعا كبيرة كمساحة، من عدد المدارس يتجاوز عدد المدارس اللي فيها يمكن أكثر من 4 مدارس فيها ثانوية. فالقرى الثانية نفس الطريقة كلياتها تابعة لها المدينة معدن. يعني كلكم الخميسية الحمدانية كله تابع لمعدن. معدن تمام. يعني كمان انتم تهجرتوا بيوم من الايام. أكيد. أكيد. ورجعتوا. أكيد. ما نحن عم نحكي عن أكيد. ريف الرقة. نعم. المحرر كمان نفس التوقيت. احنا طبعا تهجرنا بال 2017 وظلينا فتره حدود اكثر من سنه تقريبا، رجعنا بال 2018 بعد ما تحررت المنطقه، حررها الجيش العربي السوري. رجعنا على المنطقه وكان العوده سهله وبسيطه، بس الخدمات ما كانت متوفره بالبدايه. قديش كان في تدمير وتخريب؟ يعني نحط نسبه تقريبا شيء 30 الى 40%، لانه انت تعرف في الجماعات الارهابيه الموجوده بهي المنطقه متمثله بداعش مثلا، استشرسوا بهي المنطقه لانه منطقه مليئه بالخيرات، يعني منطقه زراعيه، منطقه حيويه، منطقه استراتيجيه ايضا موجوده على خط دولي وعلى ضفاف نهر الفرات، فيها خيرات كثير. فاستمر المعركة بين الجيش السوري والداعش فترة يعني تجاوزت 3 أشهر لحتى تحررت المنطقة، فأكيد بالمجمل راح يكون في دمار نتيجة. تمام تمام. يعني أكيد بدنا نحيي فيكم هي الروح اللي رجعتوا فيها لهذا البلد. بنحيي أيضا أبطال الجيش العربي السوري الباسل، كان لهم دور كتير كبير وأيادي بيضاء في تحرير هاي المنطقة. بيسعدنا أيضا يكون في معنا مداخلة من الأستاذ عبد الرزاق خليفة محافظ الرقة. يسعد أوقاتك سيادة المحافظ. يسعد صباحكم وصباح العاملين في التربوي السورية، صباح العاملين في المجال التربوي على جغرافيا الوطن كاملا، وصباح السادة المشاهدين. يعطيك ألف عافية. خبرنا عن الرقة، كيف أهلها، كيف ناسها؟ أهل الرقة بخير. أهل الرقة بعد أن ولى الظلام عن جزء كبير وليس جزء قليل من الرقة، وحينما نقول الظلام الحقيقة كانت هذه المحافظة لمدة 8 سنوات هي خارج الإطار التعليمي. يعني حينما نتحدث عن أي عملية تربوية في محافظة الرقة نأخذ بعين الاعتبار أن سنوات مضت بدون الذهاب إلى المؤسسات التربوية والتعليمية. تماما. هل هذا الفاقد الحمد لله اشتغلنا عليه بشكل منيح في محافظة الرقة. لا شك أنه في حاجيات كثيرة وكبيرة، لكن الوضع أقل ما يقال فيه جيد الآن. تمام. لكن دعنا نتحدث عن الأولويات اللي تم العمل على صياغتها ويعني وحياكتها، خلينا نقول بأيادي بيضاء، إن كان من جهة الجهات المعنية وأيضا من الجهات المعنية واللي هن من أبرزهم المجتمع المحلي الأهلي. خبرنا عن هذا التشبيك، عن هذا الدور الفاعل في عودة الحياة يعني خلينا نقول إلى مجراها الطبيعي. هلا بواقع الحال بالنسبه لابناء محافظه الرقه هم من المجتمع الاصيل المتفاني المتعاون، فلا شك بانه كان هناك تفاعل اجتماعي وجماهيري كبير في كافه القطاعات. وساذكر مثالا بسيطا جدا، نحن في هذه المنطقه طبعا من منطقه الباديه جميع السيول تتجه باتجاه نهر الفرات. هذه السيول تؤدي غالبا إلى تهتك وتهدم في الجسور الموجودة على طريق الرقة دير الزور. مشاركات المجتمع المحلي تكون كبيرة وبشكل مباشر، نجد أنه شو في آليات موجودة عند المجتمع المحلي نجدها حاضرة في مكان أي حدث سيول أو ما إلى هنالك. كذلك الأمر في المجال التربوي، طبعا لدينا في الريف المحرر فقط ما تم إعادة تأهيله وصيانته وإعادة الإعمار في 124 مدرسة. كانت هناك بصمات، صحيح أن هذه أنها متواضعة، لكن أستطيع أن نقول هي محط كل احترام وتقدير ومحبة لكل الأيدي الفاعلة وكل الأيدي المساهمة
ولو بمهما كانت الجزئية والعمل الذي قدم لصالح الواقع التربوي والتعليمي اللوجستي لإنشاح العملية التربوية في محافظة الرقة. وبدي ركز كمان أكثر أنه نحن في ريف الرقة في السبخة سنويا بيتقدم لامتحانات الشهادة العامة في شهادتين التعليم الثانوي والأساسي ما يقارب 22 ألف طالب. حلو. معظم هؤلاء الطلاب يأتون من مدينة الرقة ومحاولها في المناطق الخارج. هؤلاء الطلاب صحيح أننا نجهز المراكز، لكن يعتمد القسم الأكبر يعتمد على الأهالي والمجتمع المحلي في الإقامة والضيافة والمأكل صحيح. والمشرب صحيح. وكل شيء، وكذلك الدولة. وهذا الذي شهدناه يعني ربما مواقع التواصل الاجتماعي سيادة المحافظ تناولت هذا الجانب وهذا الأمر يعني وأوضحت وقدمت عن يعني وجبات الغداء وال يعني وكثير من الحاجات التي قدمت للطلاب وللكوادر التدريسية والإدارية أيضا يعني طبعا. المعنيين بالعملية الامتحانية بدورة صيف الماضي يعني خلينا نقول صحيح. وأريد أن أقول منذ العام 2019 حتى الآن هناك مساهمات في هذا الإطار وبشكل كبير من المجتمع المحلي. هلا سأكون دقيقا أكثر، نحن ربما لم نركز على مساهمات المجتمع المحلي أو لم نطالب بالشكل الواضح من المجتمع المحلي أن تكون له مساهمات في البنية التحتية فيما يخص المؤسسات التعليمية في محافظة الرقة. الآن أحد المواطنين يعني منذ يومين وعدني بثور مدرسة كامل على نفقته الخاصة. حلو. هذه المساهمات يعني نستطيع أن نقول أننا نؤسس لغد بطريقة أفضل وبطريقة أكثر إشراق. جميل. ولا شك أن هؤلاء الأبناء بالنتيجة أبنائنا جميعا، وحتى لو كانت المساهمات هي كبيرة ومحط كل احترام وتقدير بالنسبة لنا طبعا نحسن نقول أنه القادم سيكون أفضل بكثير إن شاء الله. أكيد، والقادم أجمل يعني خلينا نقول وعي الأهالي ووعي المجتمع الأهلي لضرورة العلم والتعلم والتعليم. يعني حتى يعني نحن بنعرف انه بالريف الرقة المحرر يعني تم تقديم ربما بالقرى البسيطة بعض يعني الغرف الصفية بعض القاعات الدرسية، فهذا الأمر وخاصة انه قد ايه هو مؤشر لضرورة العلم، ضرورة التعلم، ضرورة بناء هذا الجيل القادم لأجل بناء سوريا. للأمانة حينما أرى أن مبادرة ذاتية دون أن نطلب أن يقوم أبناء مثلا قرية الحمدانية قرية النزازة تحديدا أن يقوموا ببناء ملحق لمدرسة، فهذا إنما ينبع عن إحساس عالي بالمسؤولية. صحيح. وبدي ركز خاصة أن هذه المساهمات تأتي من أخوتنا الفلاحين يعني بشكل بصورة كتير جميلة وكتير أنيقة وإحساس كبير جدا بالمسؤولية. أكيد أكيد، وهذا الشيء يعني نحن عم نحكي بتفاصيله مع كل من ضيفينا. ألفت عنايتك الكريمة إلى أنه نحن عم نستضيف سيد حمود مخلف الفرج، هو رئيس الجمعية الفلاحية في قرية الحمدانية منطقة معدان، وأيضا السيد جاسم محمد الكدرو الحمادة تاجر المجتمع المحلي بريف الرقة المحرر قرية الخميسية، فهن موجودين لا يعطونا هاي التفاصيل ونحكي عن تجربتهم كونهم هنا المجتمع المحلي ودعم العملية التربوية والتعليمية. صحيح، هؤلاء لا شك أنهم بذرة الخير والموجودة في هذا الريف اللي نعول على كثير من أبنائنا وأخوتنا وأهلنا في ريف الرقة أن تكون هناك مساهمات خاصة في الجانب التربوي لما أكيد. له من الأهمية ولنسبة الضياع الكبيرة التي مرت فيها هذه المحافظة من خلال مراحل السابقة. أكيد، شكرا لحضرتك سيادة محافظ الرقة الأستاذ عبد الرزاق خليفة. شكرا لك أستاذ مايش. شكرا، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم جميعا. نتابع معكم ضيوفنا الأحبة. سيد حمود، يعني أكيد كان في كثير من اللقاءات ما بين المجتمع المحلي، نحن مجتمع حي متفاعل، كان في جلسات، كان في قعدات لتحكوا الأولوية حسب ما فهمت من حضرتك
انه كانت دائما للقطاع التربوي، انه كيف بتكون ترجعوا ترمموا هي المدارس، لكن في كان شغل يعني لغير خلينا نقول قطاعات اخرى، يعني ترميم تأهيل ربما طرق او ازاله بعض المخلفات بجهود شباب بجهود صبايا نساء حتى. نعم، شاركوا الشباب والنساء كلهم بهالعمليه دي، عمليه تنظيف، عمليه كذا يعني. فاحنا عندنا مثلا نجمع الشباب نقول مخيوب بدنا نلم مثلا المدرسه، بدنا نلم كذا مليون او كذا الف يعني. تمام، نشارك طبعا، نطلب احنا مدير المدرسه نقول له خيوب بدنا نشارك بعمليه الصيانه. مثل ما يجي يقولنا بدنا كذا كذا مبلغ، يعني طبعا بده يروح على ياخذ امر او اذن او موافقه امنيه او من مدير التربيه، نقول له ايش كذا المبلغ، يقول مثلا المبلغ مليون او مليون كذا، يكون جاهز ياخذ المبلغ ويبلش بالعمل. فبي ناس يعني تشتغل يعني يدويا زاد يعني تطوع عمل، مثل العمر المعمار احنا نقول له يعني. ايه طبعا اليد العامله كثير مهمه، واليد السوريه مبدعه، مثل اللي دهن الغرف او غيره، برافو، السبورات، مثل الحداد اللي يعمل بال المقاعد، المقاعد او السور الحديدي، كلهم دول يعني تقريبا نحن نعتبرهم عمل شعبي. تمام. او عمل ابواب، نوافذ، نوافذ، دورات المياه. اذا اشتغلتوا على هذا الامر يعني سيد جاسم؟ شوفي، بالنسبه لحتى ما نبخس حق بعض الاشخاص وخصوصا العنصر النسائي في بدايه عودتنا لبلدنا وعوده المدارس والبرنامج التعليمي اللي صار بالبلد وصارت الطلاب ترجع، طبعا انت تعرفي انه طالب ما يحسن يفوت على مدرسه كلها وسخ وفيها شوك وفيها اعشاب مضره وفيها حجر وفيها كذا. فساهمت النساء عندنا بالمنطقه بدور واسع جدا في عمليه تنظيف الغرف الصفيه. جد هذا حقيقي يعني، وتحية مني إلهن. من دون تشجيع يعني جار المدرسة صار يحمل المساحة وكذا ويشتغل للبنات والنساء بالكامل، تنظيف النوافذ، شطف، تعزيل، قطع بعض الأشواك اللي موجودة بهالمنطقة. وأيضا ما راح يعني ننسى دور الأجهزة الأمنية اللي موجودة بالمنطقة. تعرفي أنت داعش كما يقال استوطنت بعضهم، أخذ المدارس مقرات لهم، فالتحالف ضرب بعض هاي المدارس، فتشكلت أحيانا الضربة ما تكون داخل المبنى، تكون خارج المبنى في الباحة في غيره. صحيح. فالأجهزة الأمنية ساعدتنا كثير في إزالة المخلفات الموجودة وردم بعض هذه الجوار ومن دون تواني. أنا أتذكر واحد من مدراء المدارس حكى لشخص مسؤول عن جهاز أمني موجود عندنا أنه هيك عندنا القصة، قال له خلال ساعة بده يكون عندك دركس موجود ويردم هاي الحفر. حلو. كامل يعني كانت الاستجابة سريعة جدا. وكمان أيضا المجمع التربوي بمعدان، مديرية التربية فتحوا المجال أنه يصير في عمل تطوعي، فشارك الشاب، البنت، الرجل. أنا أعرف لك في ناس تجاوزت 60 سنة من العمر كانت وكانت تشتغل بالمدرسة لحتى ينظفوا، حتى يزبطوا، يمسحوا إلى آخره. طيب هذا بقطاع التربية، رحتوا على قطاعات أخرى أيضا يعني الشوارع ربما مثلا، خلينا نقول يعني بالوحدة الإرشادية، الوحدة الزراعية أو المصرف الزراعي، أو مثلا الشارع أو اللي يمكن يكون ساحة القرية أو ساحة البلدة، شو اشتغلتوا؟ زاد شاركنا مثل الإرشاديات إذا بيها شيء بتنظيف أو غيره أو بناء زاد احنا شاركنا يعني، احنا كل المؤتمر اسمه المجمع الشعبي يعني شاركنا. تمام. مثلا إذا بي كهرباء، إذا معوزة شيء قطع أو كذا زاد شارك يعني لجان ما خليت يعني، ما خلينا اي شغل يعني بشوارع بردم او بشغل الضرب يعني زاد شلنا يعني. تمام. تبرع زاد تبرعت مثل اهل تركزات تبرع دائم يعني. حلو، خلينا ايضا يعني نستزيد ونستأنس بمداخله من السيد حسين محمد صالح الخلف، ويعني هو من قرية الخميسية بريف الرقة المحرر لكن مغترب، عنده تجربة اغترابية. يعطيك ألف عافية سيد حسين. الله يعافيك يا أختي حياتي. أهلا ومرحبا بحضرتك. هلأ اليوم أنت بسوريا ولا خارج سوريا؟ علما أنه أنا بعرف الجواب أنه في كلتا الحالتين فسوريا عم تتغلغل فيك يعني روح متجددة وحياة، لكن نحن عم نحكي هي معنويا، ماديا وين حضرتك هلا؟ نعم نعم اختي، الله يعطيكم العافيه على هالبرنامج الحلو. طبعا انا الان موجود في محافظه الرقه في معدان.
أهلا ومرحبا بحضرتك. طبعا لكن عندك دخل على تجربة الوطن وجمع اغترابية، إجازة. لكن عندك تجربة اغترابية سيد حسين. نعم، عندي تجربة اغترابية والحمد لله، ونحن في كل الحالتين كنا فيها سعودية كل شهر ونص شهرين ندعم المدارس معنويا وماديا والجوامع كمان. حلو، هذا جميل جدا. يعني نعم هذا الأمر أكيد بيكون في تشبيك ما بينك وما بين أهلك مع الوجهاء، نعم خلينا نقول، نعم سيدي. من المجتمع المحلي، إن كان بالخميسية إن كان أيضا بباقي القرى. خبرنا يعني سيد جاسم عن هذا التنسيق والتشبيك، لأنه هو مو على طول موجود بالرقة. نعم، شوفي بالنسبة لهذا الموضوع في عندنا مجموعة من الشباب كلهم ناس طيبين، ناس محترمين، غيرون على بلدهم، هم موجودين سواء في دول الخليج أو حتى في دول الغرب. احنا على تواصل معهم بشكل دائم عن طريق الواتس اب. طبعا انت تعرف القريه هي مجتمع محلي صغير، في تماما تربطه احنا خاصه بالمنطقه تربطنا علاقات قبليه او عشائريه ولحمه ودمويه مع بعضنا، فمن باب انه السلام والكلام والاخذ طمني عنك وهي الامور، فنتطرق لبعض الامور انه خيو انتوا ايش لازمكم امور بهاي الامور، فنقول لهم مثلا في عندنا قطاع الزراعه، في عندنا قناه الري الفلانيه بدها تعزيل، طبعا عمال تتكلف بمبلغ طائل، احنا بصراحه مجهودنا ما يغطي هي التكلفه، فيدعمونا بصراحه انه خذوا من فلان ادمي راح نحول له هذا المبلغ وهو يتكفل بعمليه تسديد هاي الجزء من هالترتيب هذا. نعم حلو هذا الكلام. طيب قد ايه يعني مهم برايك سيد حسين هذا الدور اللي عم بتقوموا فيه انتو، واكيد عم تلمسوا نتائجه على ارض الواقع، عم بتشوف الابنيه مشيده، عم بتشوف الجوامع عم يصدح فيها، نعم يعني نعم الله أكبر، سيدتي عم بتشوف الكريمة، هي بعد ما خلفه الإرهابيين في تمام. المنطقة بدأت المنطقة كافة رجالا ونساء وأطفالا بترميم كل ما فعلته الجهات الإرهابية، والحمد لله ولله الحمد. نحن إن شاء الله على تواصل مع التربوية والمعلمين والمدراء، وإن شاء الله ما نقصر معاهم إن شاء الله. هذا عشمنا وهذا أملنا بكل أبناء سوريا، إن كانوا داخل أم خارج سوريا، دائما يعول على البذرة الطيبة والبذرة النبيلة، نعم. على الجينات السورية الأصيلة والحقيقية. فتحية لك سيد حسين محمد صالح الخلف من قرية الخميسية بريف الرقة المحرر. شكرا سيدي. لحضرتك، شكرا. نرجع لكم ضيوفنا لحتى نكمل ونحكي، يعني مو فقط بالمدارس وإنما بكل قطاعات. نعم، في قطاعات كثيرة. الحياة، قطاع زراعة، قطاع مدارس، قطاع حتى جوامع. هات لنشوف كونه حضرتك يعني نعم. رئيس الجمعية الفلاحية بالحمدانية، أيضا كان في يعني تحديات أمامكم، ربما مثلا وقود للجرارات لأنكم تفلحوا لأنكم تزرعوا، خبرنا هدول كيف تجاوزتوا كل هاي التحديات؟ يعني من رجعنا احنا من اللجوء 2018 يعني تقريبا الحكومه ما قصرت معنا، انطتنا يعني مازوط احنا نقولها غيو للجرارات، كان نزرع يعني اسمه يفضون احنا نقول على راس دونم، اها انطونا مازوط، انطونا سماد كفايه يا ولدي، تمام، انطونا من جميعه، يعني ما قصر معنا الحكومه، رجعنا اخذتوا كل هي نعم يعني نعم. الحاجيات الاساسيه خص المازوت، يعني فعلا يعني ما عن اسمه يعني ما قصر معنا من الناحيه دي من ناحيه الزراعه يعني. وزرعتوا؟ نعم زرعنا. وكيف الزرع؟ والله زرع ممتاز ما شاء الله، امور تمام. امور تمام. قديش في عندكم درومات كثيره معناها للقمح والقطن والذره الصفراء؟ ناحيه معدن تقريبا بيها شيء 22 ألف دونم ما شاء الله، الله يزيد ويبارك. ويجوز الله اكثر، يجوز 40 ألف دونم يعني تمام. تقريبا يعني محتمل يجوز 40 او 50 ألف دونم. تمام، جميل هذا الكلام. طيب سيد حمود حضرتك اكيد يعني عندك اولاد، عندك عائله وعندك، نعم، خبرنا عن اولادك، اكيد درسوا بهالمدارس درسوا واكلوا من خيرات الرقه اللي هي طبعا يعني بلدنا ووطننا، طبعا احنا اكيد احنا بدنا نشارك يعني بالجميع، من عدا اني نورث جمعي، يعني انا مواطن بهالبلد هذا بدي اشارك يعني العمل التطوعي المجتمعي. المجتمعي تمام، وعندي اولاد كلهم يعني هنا درسهم يعني
تمام. حاليا عندي تقريبا بنت بكالوريا وابن صف تاسع يعني. الله يسلمون يا رب. يعني نحن يمكن ندخل في بعض يعني التجارب، لانه يمكن ضيف من ضيوفنا قال انه انا ابني عم يدرس الطلاب لانه في حاجه يعني، فنحن بدنا يعني بهذا مثلا القريه او باخرى نحن بحاجه مثلا لمدرس، فما بعرف اذا عندكم نفس الامر يعني، يمكن تكونوا محتاجين مدرسين اختصاصيين، شو سيرجعوا؟ في نقص بالمدرسين يعني. في نقص يعني. كيف بتعملوا على سد هذا النقص؟ والله يعني الموجود يعني يجي تقريبا الجود من الموجود هلا هالصبايا الموجود يعني توزعوا على المدارس، بس حاليا بنقص يعني، مثل الانجليزي فرنسي غيره بنقص يعني. من الاهالي هن نفسهم في عندكم مثلا طلاب جامعيين قادرين على انهم يعطوا بالمدارس؟ يعني بالتنسيق مع مثلا يعني المجمع التربوي بمعدان؟ اي بي قادرين يعني. بي كلهم قادرين. اشتغلتوا على هذا الخصوص؟ نعم اشتغلنا. احنا قلنا شنو يعني مثلا كذا واحد عنده جامعه ويعني راح يعني وكيل حتى يعني انه مثبت وزعوهم على المدارس يعني انجليزي وفرنسي او علوم سياسيه او يعني. تمام. هي بالحمدانيه، شو عنكم انتم كمان سيد جاسم بالخميسيه؟ شوفي هلا بالمدارس بشكل عام على مستوى محافظه الرقه فيها نقص كبير جدا في عدد المدرسين، بالاضافه للنقص بالكفاءه. يعني احنا لازم نركز على الكفاءة قبل وجود الشخص يعني. أنا حاليا أشوف أطلع الصبح الساعة 8 الصبح 8 إلا ربع الصبح أطلع من بيتي رايح باتجاه عملي، أتفاجئ بأنه مدرسات وكالة يقطعوا مسافة بحدود 4 كيلو متر مشيا على الأقدام ذهابا وإيابا، يعني 2 كيلومتر لتصل المدرسة و2 كيلومتر لترجع على بيتها. وانت تعرفي المردود المادي ضعيف بالنسبة لهذا الجانب، لكن في طاقة عند الناس انه هاي المدرسة هي نقدر نقول خليها هي المنبرة الوحيدة اللي نقدر نوصل أبنائنا وأخوتنا للمكان المجد خلينا نقول. كثير من الدول أنت تعرفي كان وضعها تقريبا سيء جدا، ركزوا على جانب التعليمي مثل اليابان، ركزوا على جانب العلمي والتعليمي. اليابان ما شاء الله صارت دولة يمكن أولى عالميا في الصناعة وفي التكنولوجيا وغيرها. احنا حاليا قام نشتغل أهم شيء عندنا التعليم، بعد التعليم تجي الزراعة، تجي دور المياه، تجي الكهرباء، وطبعا احنا ساهمنا بأعمال كثيرة خارج إطار العمل التربوي مثل مساعدة العمال الكهرباء لمديرية معدان. تمام. الناس بشكل عفوي وعلى طبيعتهم ساعدوهم بمد الإقبال، لأن تعرفي أنت الحرب خلفت أضرار كبير جدا بقطاع الكهربائي، كذلك نفس الطريقة بالمياه. يعني الناس ساعدت بمد الخراطيم بمجهود خلينا نقول مجهود عضلي عملي عمل تطوعي من دون مقابل. وفي عندنا شغلة مهمة جدا، في ناس تتبرع، ما هي مقصود منها التبرع أنه هو يتبرع ليظهر على الأضواء. أنا حاليا مشيت من غادي وفي عندي مجموعة كبيرة جدا من الشباب كنا سهرانين، قسم طلب منا أنه لا تذكر أسمائنا، إحنا عملناها لله عز وجل، هذا واجبنا الإنساني وواجبنا الوطني، ما بدنا أضواء وشهرة. قلت لهم خلاص. فمثلا اليوم الطلاب اللي يجون استضافة من المحافظة الرقة اللي مقيمين بطرف الثاني عند قصد تحت سيطرة أي، فيجون على المناطق اللي يقدمون امتحان، فمديرية التربية هيئت المراكز لإيوائهم. فهؤلاء الأشخاص بدهم طعام بدهم شراب، طبعا مديرية التربية ما قصرت بهذا الجانب ولا المنظمات قصرت بهذا الجانب، لكن ما في أكل ساخن. صح. مثل الشاي مثل غيره، الأهالي قامت تقديم الخبز تقديم الوجبات الطعام، وبعضهم عمل وليمة داخل البيت وعزم الطلاب، لأنه هاي من طبيعتنا، هاي من طبيعة ريفنا من طبيعة أهلنا، إحنا مجبولين على الكرم مجبولين على الطيبة، وهذا مو مبالغة، فينه أي شخص يزور أي بيت هناك يشوف الكرم. صحيح. وبنرجع لأنه أنتوا اشتغلتوا على أنه يكون في يعني مثلا سد لنقص ب يعني مادة من المواد ربما من الأهالي، اشتغلتوا على هذا الأمر. طيب خلينا نستأنس أيضا بمداخلة من مدير تربية الرقة الأستاذ فراس علو. يعطيك العافية أستاذ فراس. صباح الخير ست مي، صباح الخير لك وللكادر الإداري
وفي قناة التربوية السورية ولضيوفك الكرام. أهلا ومرحبا بحضرتك. يعني هو اللافت من أصواتكم أنه هي مشرقة، هذا الإشراق أكيد يعني ما نو جاي من فراغ ولا من عبث يعني خلق، وإنما من روح عم تتجدد. فبدنا نحييكم نحن عبر التربوية السورية لكل أهلنا بالرقة، وخبرنا يعني أستاذ فراس عن واقع العملية التربوية والتعليمية بالرقة. ست مي، تعرفي احنا بالنسبة لنا في ريف شرقي وريف غربي محرر، عدد المدارس 124 مدرسة مقسمة على 4 مجمعات تربوية. مديرية التربية بالرقة منذ العام 2018 بالتعاون طبعا مع الجهات المعنية الإدارية السياسية، توجيهات وزارة التربية وتوجيهات الحكومية لإعادة تأهيل البنى التحتية للمدارس. تم ترميم 124 مدرسة وهي مشكلة مفعلة بشكل فعلي. عدد الطلاب 37,000 تلميذ وطالب يبدأوا من مرحلة استعدوا وحتى الثانوية العامة. في هذا العام تم افتتاح الثانوية الصناعية في ناحية الصبخة وتشمل مهنتي تقنية الحاسوب والتقنية الكهربائية، وتم تفعيل محد أعداد المدرسين أيضا في هذا العام. مديرية التربية تبذل كافة الجهود طبعا لضمان حسن سير العملية التربية والتعليمية من خلال تأهيل وتأمين الكوادر التدريسية في جميع المدارس وعدم وجود أي شاغر في أي مدرسة سواء من خلال الكادر الموجود معين لصالح المديرية أو من خلال الوكالات الاختصاصية، يعني الساعات من أبناء المنطقة الذين يدرسون في الجامعات سواء في جامعة حلب أو جامعة دير الزور أو في باقي الجامعات. تماما. طيب خبرنا عن دعم العملية التربوية بالرقة، يعني كونه حضرتك مدير التربية فأكيد عندك يعني إحصائية وفي عندك يعني نوع من التقييم والتقويم أيضا لعمل هذا المجتمع. المجتمع المحلي يساهم كثيرا في دعم العملية التربوية من مبدأ الواجب الوطني، أيضا الواجب الأدبي، التزاما بأبنائهم ومساعدة أبنائهم لضمان عودتهم إلى المدارس وتأمين كافة المستلزمات لهم، حيث يسعى المجتمع المحلي بالتعاون مع مديرية التربية لتأمين أي احتياجات يصعب. للأسف تعذر الاتصال مع الأستاذ فراس علو مدير تربية الرقة، ربما يعني راح نتواصل معه خلال اللحظات القادمة، لكن بنرجع لكم بشكل يعني سريع لنحكي أيضا يعني عن أنتم التشبيك ما بينكم وما بينهم. يعني في كتير مثلا يمكن من بعض الأمور بتاخذوا الرأي مدير التربية أو المعنيين في هذا المجال، مثل إقامة دورات، أنه نحن شو رح نشتغل، نحن رح نعمل هيك، شو رأيكم يا إدارة التربية أو مديرية التربية بالرقة، بتشتغلوا على هذا؟ نعم، إحنا على تواصل يعني بشكل دائم لأنه مديرية التربية ما تبعد عن مناطقنا هالمسافة الطويلة. تمام. فمدير التربية إحنا أطلعنا على هذا الموضوع أنه خيو في عندنا قصة كذا بالمدرسة الفلانية، في عندكم إشكالية؟ قال لا بالعكس، نحن نرحب بهذا الموضوع والزلمة يعني شجعنا. مشكور أستاذ فراس، وطبعا الفضل الكبير يرجع لوزارة التربية ولسيد الوزير اللي فتح مجال لهذا الأمر. فبالنسبة لي أنا شخصيا على الدراية والطلاع كامل مع مدراء المدارس سواء الإعداديات أو الثانويات، فيطرحونا أنه عندنا إشكالية الفلانية. مثلا مدرسة زيد بن حارثة بالقرية الخميسية جلست مع مديرها شاكر الملا، فالرجل عملي جدا، فقال لي أنت شوي أمورك المادية جيدة، طيب إيش رأيك تغض منا مساعدك تأبشر؟ قال في عندنا السبورات المدرسية داخل بعض الشظايا بالألواح، فقمنا عملية ترميمها وجلب دهان من حلب، ما كان بمنطقتنا في دهان، يعني جبناه من حلب لحتى دهناها، وما كفى رجعنا مرة ثانية استدعينا دفعة ثانية، وفي ترميم أيضا للمدرسة ثانية رممنا كل هي ومسرور جدا. تمام. طبعا رجع للاتصال معنا بقلب الحوار الأستاذ فراس علو، على ما أعتقد أنه سمعت جزء من الحديث يعني اللي كان عم يتحدث فيه السيد جاسم. تمام. بالنسبة احنا لمبادرات ومساهمات المجتمع المحلي في مجال دعم العملية التعليمية في الرقة،
المجتمع المحلي من خلال الاحتياجات، تقدير الاحتياجات، التواصل عن طريق لجنة أصدقاء المدرسة، عن طريق لجنة الحي، يتم التواصل عن طريق إدارة المدرسة مع هذه اللجان لتقديم ما يمكن تقديمه لصالح هذه المدرسة. تعرض المساهمة على مديرية التربية للحصول على الموافقات اللازمة ويبدأ العمل. المجتمع المحلي قدم كثيرا وخاصة في هذا العام من خلال ترميم ملحق مدرسة نزازة نتيجة ازدياد أعداد الطلاب الوافدين إلى هذه المدرسة وعائدين إلى مدارسهم، أيضا ترميم سبورات في ضمن فقط مجمع معدن 114 سبورة تم ترميمها من قبل المجتمع المحلي. هناك دعم نتيجة استضافة الطلاب في الامتحانات للقادمين من المناطق خارج السيطرة، أيضا تم تقديم أكثر من 4 برادات مياه سبيل لهذه المراكز الاستضافة لتأمين مياه الشرب الباردة لأبنائنا التلاميذ القادمين من مناطق خارج السيطرة. بالإضافة إلى ما يتم تقديمه بشكل دائم وشبه تقريبا يومي من توزيع القرطاسية، أيضا توزيع مستلزمات الألواح من أقلام وايت بور، أيضا ردم باحث مدرسة ببقايا ترابية لحماية أبنائنا الطلاب. حلو، يعني دور كتير فاعل بهذا الجانب. يعني نحن عم نحكي هلأ ترميم وتأهيل المدارس لوجستيا، أيضا كنت سألت يعني السيد جاسم أنه في بعض يعني القصص اللي بتحتاج للتشويق وبتحتاج للرأي من قبلكم، أنه مثلا بإقامة دورات داعمة خاصة مثلا لطلاب التاسع لطلاب البكالوريا، تمام؟ فهو قال أنه نحن يد بيد مع مديرية التربية ودائما بيكون في هذا التواصل. يعني نحن وقت عم نقول دورات هو لدعم البرامج التربوية والتعليمية. بالنسبة ستمية لدعم البرامج التعليمية، وطبعا هناك منظمات عاملة في هذا المجال مثل منظمة اليونيسف، أيضا منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في الرقة تقوم بتقديم الدورات الفاقرة التعليم ودورات التعويضية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي، وهي على مدار العام بشكل مجاني. طبعا بشكل مجاني حتى أثناء الامتحانات الاستضافة في مراكز الاستضافة يتم تقديم هذه الدورات مجانية الدعم لأبنائنا التلاميذ طبعا والطلاب القادمين من مناطق خارج السيطرة. تمام، لكن للكوادر التدريسية يعني مو مجانية، يعني للكوادر التدريسية تعويض الكوادر التدريسية هناك بيكون في تعويض من قبل هذه المنظمات والمجانية للتلاميذ والطلاب. بما أنه عم نحكي عن الفاقد التعليمي فبنعرف أنه منهاج فئة باء هو اللي عم يتولى هذا الدور خلينا نقول، فأكيد حضرتك على دراية وعلى اهتمام كامل بهذا الجانب وتحديدا بريف الرقة المحرر. أكيد في عندكم أحصائية معينة. ست ماي بالنسبة للفئة بي تم العمل فيه منذ عام 2018 نتيجة وجود فاقد تعليمي في مدارس الرقة نتيجة انقطاع أكثر من 8 سنوات عن التعليم. بدأت هذا المشروع وزارة التربية بالتنسيق والتعاون التشاركية مع منظمة اليونيسف، وهو مستمر حتى هذه من خلال استقطاب وإعادة التلاميذ من المتسربين من المدرسة أو الذين لديهم فاقد تعليم نتيجة الأعمال الإرهابية أو الظروف جبرتهم الظروف على ترك المدارس. في العام طبعا عدد التلاميذ عندنا في ريف الرقة المحرر 800 تلميذ وتلميذة في أبي. أيضا في العام الفائت تم طرح أو إعلان برنامج الفئة بي التجريبي أو المطور، وتم استقطاب وإعادة 300 تلميذ وطالب إلى مقاعدهم الدراسية وفتح 4 مدارس لهم في الريفين الشرقي والغربي. جميل جميل هذا الكلام، الله يعطيهم ألف عافية ويعطيكم ألف ألف عافية. كنا بدنا نحكي بجانب سيد جاسم عم يقول، وحتى سيد حمود يعني عرض إلى هذا الموضوع، أنه الأيادي البيضاء يعني مو همة تظهر وتقول أنه أنا عم أشتغل وأنا يعني أنا عم أقدم تبرعات وعم قدم مساعدات إن كان مادية وإن كانت يعني عينية خلينا نقول بعيدا عن الشهرة، ما بدنا أسماءنا تظهر، تمام؟ لكن اليوم نحن بهذا الوقت نحن بحاجة لأنه نحن نسلط الضوء على الأيادي البيضاء وعملها، تمام؟ فحضرتك شو بتقول أستاذ فراس، وحضرتك يعني على دراية على اطلاع على يعني متابعة لكل ما يجري من خلينا نقول تبرعات ومن دور فاعل للمجتمع الأهلي إن كان بالخميسية إن كان بالحمدانية إن كان بمعدان بشكل عام؟ ما في عندكم 4 مجمعات فأكيد بيكون في شيء فاعل بهي الـ4 مجمعات، فشو بتحب إنك تقول للي عم
ساهموا بدعم مسيرة التربية. نتقدم لهم بالشكر الجزيل لسهامهم ودعمهم للعملية التربية والتعليمية والنهوض فيها في ريف الرقة المحرر بعد معاناة 8 سنوات من الانقطاع. لهم أيادي بيضاء تشكر ولا ترفع لهم القبعة لما قاموا به وأسهموا فيه في دعم العملية التربوية لاحقا وسابقا ولاحقا إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك مدير تربية الرقة الأستاذ فراس علو. شكرا شكرا يعطيك ألف عافية. طبعا يعني من خلال يعني حديثنا معكم ويعني مع كل ضيوفنا ايضا اللي كان لهم دور بتقديم المساعدات لاعاده يعني تاهيل وترميم المدارس تحديدا قطاع التربيه، ان كان قطاع التربيه اللي بيشمل الطلاب، المدارس كبنيه لوجستيه، ايضا دعم الكوادر التدريسيه والاداريه، معناها قد ايه مهم الوعي لقطاع التربية. تفضل سيد حمود، تحدث عن هذا الجانب، قديش في وعي عند الأهالي أنه أنا بدي أبعت أولادي على المدرسة. نحن أول ما رجعنا على هالضيعة على هاي القرية نحن كانت في كتير خراب وفي كتير دمار، لكن الأولوية هي كانت للمدرسة. في وعي عند الناس، أهم شيء أنه يبعث ابنه وتكون مدرسة جنبه، يعني لو من اسمه يعني جاعد بدون مدرسة لا شيء، يعني أمه لو تكون مدرسة جاهزة ويبعث أبنه ويكون أمه مبسوط ويساهم بجميع ما عنده يعني. هلأ المعروف عن أبناء القرية بأنه يكون لهم يعني أيضا دور مع أهليهم بالأرض، يعني بالفترات الصيفية بتلاقي يعني، وهذا الشيء اللي نحن ما فينا يعني إلا نظهره أيضا، يعني مرة هو راح على المدرسة وبكل يعني ثقة وبكل عزيمة، ومرة هو بالأرض عم يساعد أهله عم يساعد ربما يكون. قديش هي الحالة جميلة سيد حمود؟ هو مقسم وقته، يعني وقت الدوام وقت الدوام وقت عنده فراغ يروح على الأرض الزراعية يساهم مع أهله في الزراعة. طيب الكوادر التدريسية ساعدتوهم دعمتوهم؟ نعم. كيف قدمتوا شو قدمتوا لهم؟ نقدمهم يعني معنوي إسلام وكذا، أطفال اسمه أولادنا وكذا، يعني معنويا وماديا تقريبا يعني. ماديا بتقدموا له مثلا ولو على سبيل المكافأة؟ مكافأته بيكون من غير قرى ولا هو نفسه من الحمدانيين؟ لا من كل قرى يعني. من كل القرى؟ من كل القرى نعم. طيب ويعني ذكرت هذا الأمر، يعني عم يجي 2 كيلومتر المدرس أو المدرسة مشيا على الأقدام، لأنه يعني ما في يمكن سيرفيس بهداك الوقت أو بهداك ال، يعني في عندكم تفكير إنكم أنتم تعملوا شيء مثلا مثل سيرفيس لنقل يعني تحديدا الكوادر التدريسية ل قلب الخميسية لقلب الحمدانية، وخاصة أنهم هن من غير قرى؟ الله هذا المشروع أنتي طرحتيه هذا جديد أما ما كان موجود بالبال، بس لغلي الشغلة هلا الريف الناس أغلبها تعرف بعضها، عرفت شلون؟ فما معقول أنا راكب سيارة ماشي على أنا ماشي بالسيارة، ما معقول أشوف شخص ماشي وأعرف أنه مشواره راح يوصل 1 أو 2 كيلومتر، ما معقول أنه أنا أتعداه، يعني هاي بفطرة الناس على سجيت هالناس بتتوقف بيطلع. يا الله اي هاي طبيعي، يمكن بالمدينه يعني عندكم ما في هذا الامر، السيرفيس ما يمشي على لانه احنا ابدا طبيعي سياره تشيل، بس احيانا نشوف يعني انا اليوم راكب سياره بشوف انت ربما انا ما اعرفها ما احسن اوقف لها الا اذا هي اشرت بايدها، فهي تضطر احيانا انه ما تاشر لحدا كون هي طالعه الساعه 7:30 او 7:30 و5، فهي يعني من باب انه انا مشواري بسيط راح يوصل، فصارت عاده يعني التعويد بشكل يومي انه اطرف هذا المشوار فيصير مشوار بسيط، يعني ما هو المشوار الصعب. وهنيك منطقة ريفية مطر إذا لا ما حدا ما حدا يخلي لا طفل ولا ختيار ولا كل بيوقف بيشيل ابدا، واحيانا يكون مشوار بسيط سيارة اي سيارة او اي شغلة تعدي تشيل يعني طفل، معناها البنية المجتمعية الأولية والمتماسكة قديش بتساعد على انه يكون كثير من الامور خلص هي من السجية هي من السبحانية هي من البدهيات ب يعني حياتي، هذا اسلوب حياتي يعني. وفي شغلة عن المكافآت انت حكيتيها، هلا انا ما فيني اقدم مبلغ مالي لمدرس او مدرسة معلم او معلمة، انا اقدم له هذا المبلغ انه هذا دعم من عندي لك، ما يتقبله لانه في عزه وفي نفسيته او كرامته ما بتسمح له، فاحنا بدنا يمكن راح نفكر بهذا المشروع انه نحط عند شخص هذا المبلغ انه هذا خاص للمدرسين يمكن. يعني قديش جميل هي الحاله وهذا المشهد وهي الصور اللي اخذتونا لها، يعني الله محيي الاصل الطيب قديش جميله. يعني
أيضا بيسعدنا ضيوفنا الأكارم أنه يكون معنا مداخلة من مشرف المجمع التربوي بمعدان الأستاذ محمد السيد. يعطيك العافية أستاذ محمد. هلا أنت مي. هلا هلا هلا. يعطيك ألف عافية. هلا هلا. الله يعافيك يا كيف رب. المجمع التربوي بمعدان؟ خبرنا عن يعني المجمع التربوي بمعدان. مجمع التربوي بمعدان هو بحالة جيدة والتعليم به جيد جدا إن شاء الله، ويتألف من 46 مدرسة. طبعا فيها منها 9 ثانويات و29 مدرسة حلقة أولى و6 حلقة ثانية. تمام. كل الشواغر في الحلقة الأولى والثانية مغطاة، وعدد الكوادر التعليمية والتدريسية في المجمع 528 داخل الملاك. تمام. و390 خارج الملاك، طبعا كاملا 918. تمام. كوادر تعليميه وتدريسيه. طيب نجي هلا ل يعني اهميه البنيه يعني المدرسيه انه تكون امنه ونظيفه، في عندك احصائيه معينه تحديدا بمعدان؟ لانه هي يمكن كمجمع تربوي هو احد الاربع مجمعات الموجوده بريف الرقة المحرر مثل ما ذكر يعني مدير التربيه قبل قليل. طبعا هو قلت لك انا يتالف من 46 مدرسه. قصدي انا عن البنيه يعني التاهيليه، كلهم مؤهلين، كلهم داخل الخدمه ولا لا في بعد؟ مؤهلين 46 مدرسه، وفي عندنا 3 ملاحق غير مؤهله وبناء طابقي واحد فقط لا غير. تماما. يلا ان شاء الله يا رب. يعني اسوار مدارس طبعا بالمرحله الجايه عندنا 27 سور مدرسه غير مؤهله. تمام. وبالنسبه للكوادر التدريسيه عم بتقول انه مغطاه، يعني هو تقريبا 900 مغطى 918 918 هن هي يعني ما بين اللي هن داخل الملاك وخارج الملاك. تمام. تمام. داخل الملاك عم تقول 500 وشوي. طيب هي الاحصائيه نحن يمكن بناخذ منها انه على ارض الواقع بجوز مثلا ما ينتبه او ما تهمه يعني المتلقي انه عم يسمع هي الاحصائيه، بقدر ما بهمه اكثر انه هو يعرف انه مثلا هذا العدد هو عم يسد النقص مثل ما ذكرت حضرتك بالحلقتين الأولى والثانية. تماما تماما. طيب شو عن شو عن الثانوي؟ ال 528 هم داخل الملاك من كافة الاختصاصات، حلقة أولى وحلقة ثانية. احنا النقص اللي سادينه 390 خارج الملاك، أيضا في منهم اختصاصات جامعيين سادين بعض الشواغر. تمام. لأنه عرض يعني سيد جاسم الأمر كتير مهم، أنه هو مو بس يعني يكون يعني أنه موجود الشخص يعني كعدد، نحن بدنا كمان يكون بقدر معين من الكفاءة يعني قادر جامعي في عدد كبير يعطي. لا طبعا زملائنا المعلمين والقائمين على العملية التعليمية والتربوية كلهم مؤهلين وعاملين دورات بشكل كامل. يعني كان بدي احكي عن هذا الجانب، في دورات يعني بتكون في دورات، وفي طبعا عندنا في مجمع معدان صاله تعليميه خاصه بامور الدورات، وعلى مدار العام نعمل دورات بالصاله وبالمدارس من خلال الدروس النموذجيه. دروس النموذجيه. حلو جميل هذا طبعا انا نسيت جانب انه عدد التلاميذ والطلاب في مجمع معدان يتالف من 17100 طالب. تمام. طيب يعني أستاذ محمد عنا نحن ضيوف، وأكيد بدي ألفت عنايتك أنه نحن مستضيفين السيد حمود مخلف، ما بعرف أكيد حضرتك عندك يعني من أبناء المنطقة معرفة فيه لأنه أبناء منطقة بالدرجة الأولى، الدرجة الثانية أنه هن من الأشخاص الفاعلين، وأيضا السيد جاسم محمد الكدرو الله. تمام. فخبرنا يعني عن هي التجربة اللي هن عم يقوموا فيها بدعم العملية التربوية. طبعا احنا من منبر الفضائية التربوية السورية نتقدم بالشكر والامتنان والعرفان للمجتمع المحلي على مبادراته لتذليل العقبات التي تواجه العملية التربوية والتعليمية. طبعا تذليل عقباتها صارت من خلال مجالس أولياء الأمور ولجان أصدقاء المدرسة. تمام. المدارس طبعا مؤكدين على أن تطوير العملية التربوية مسؤولية جماعية، ومن هذا الجانب قاموا بكل الأعمال التي قاموا فيها في مجمع معدان التربوي. حلو. يعطيهم ألف عافية، ويعطيك ألف عافية كمان أستاذ محمد السيد مشرف مجمع التربوي بمعدان على الفضائية التربوية ولزملائنا الموجودين في المستقبل. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جميل. شكرا. يعني حتى خلينا نحكي بموضوع يعني كمان جدا مهم، اللي هو أمام كل عمل في بعض هيك تحديات، خلينا نقول
في تحديات أمام عملكم سيد حمود؟ ما في تحديات أبدا أبدا، من العمل ده عمل طوعي، ما في تحديات خالص، لا تعب ولا ملل ولا كلل. شيء انه المدارس يعني بس تكون مدارس ممتازه ما في مشكله، يعني يعني الظروف كلها مؤاتيه وكل يعني كلها تساهم بالعمل هذا، والجهات المعنيه والجهات كلها المعنية زاد مشكوره ما تقصر يعني. تمام. وبالنسبه لكم ايضا بالخميسيه سيد جاسم، يعني انه شخص عم يقدم مثلا يعني مبالغ ماليه او الى اخره، في تحديات امام هذا الامر ولا لا بالعكس؟ لا ما في تحديات. ليش؟ لانه التطوع هذا التطوع مفتوح. التطوع مفتوح، وبالنسبه لل في غيره عند الناس، في غيره انه هذا المؤسسه هي مؤسسه تابعه لنا، هو جزء من هذا الوطن، وهذه المؤسسه هي قامت تعلم هذا الابن وتعلم هاي البنت، والمدارس احنا عندنا معتقد ومتاكدين منه أن المدارس هي اللي تصنع الرجال، تصنع الطبيب، تصنع المهندس، تصنع المحامي، وبالتالي حتى الشخص المقترب خارج سوريا وقت يبعث مبلغ مالي هو يعرف أنه وصل أيدي أمينة وتفرق بطريقة معينة، ما راح لجوانب مختلفة أبداً. تماماً. خلاص هذا المبلغ بعث مثلاً المدرسة لإصلاح أبواب المدرسة مثلاً 27-28 باب، يصير عملية تصوير بشكل دوري ويبعث له أنه تأكد أنه المبلغ اللي بعثه صار صحيح. تمام. يعني تم صرفه بالطريقة النظامية. نعم الصحيحة، وفي نتيجة إيجابية على أرض الواقع. نعم. هي الحكم. لذلك هذا شجعت أشخاص أخر أنه صار يبدون يقدمون خدمات، أنه يشوفون الشيء مجال. بس تعرف أنت المغترب بلبنان مو مثل المغترب بالسعودية أو بالخليج. تمام. مو مثل المغترب بألمانيا. يعني اللي موجود بلبنان يقول له خيو أنا وقت الاستضافة استضافة الطلاب خيو أشوفوا لي إيش في يعني لوازم أو شيء أقدر أقدمه. يعني كل حدا بطريقة على قده. كل حدا. نعم. تماما على قده. نعم. هي بحصة بتسند جرة. صح. أيا كانت هي المساعدة، حتى ولو كانت مساعدة معنوية. نعم. يعني بتكون جميلة، أو حتى يعني هو بنفسه. صح. مثل ما قلتوا أنه مثلا نحن مجتمع قروي، يمكن يكون في سباك، يمكن يكون في حداد، يمكن يكون في خياط، كله تطوعي يعني. تمام. أنا يعني قلت لك عليه كله تطوعي، الحداد، السباك، اسمه الدهين، كل شيء طبعا. تمام. أنا أرد أحكي معك. عندي أخو مدير مدرسة حط حال أنه السبورات بدهن دهان، فقام واحد من التجار مثل يعني جابن حطن يرد حطن على القلب، جزاه الله ألف خير. يعني هذا كله العمل هيش على شكل ده يعني ده يعني هي حط حالي حط حال انه خيو السبورات على الواتس. دهان. إيه. على الواتس. إيه. على الواتس انه عايز دهان. والله جاء واحد من التجار جاب له 4 و5 وحطها، قال مشكور يا ابو فلان. يعني الله يبارك ويزيد يعني، والله يعطيكم الف الف عافيه. بمجالس اولياء الامور لكم يعني هيك ايادي بيضاء بتكونوا حاضرين فيها، او لجان اصدقاء المدرسه بتكونوا حاضرين فيها؟ في اجتماعات احنا هون اولياء الامور، يعني اهم شيء انه ولي الامر لما نقول له كذا بدنا نعمل كذا، يعني ما في مشكله اشتغل اخيو مشان ابنك مشان غيره، ما في مشكله يعني. حلو. اشتغل مثل ما يقولنا يعني اخيو. تمام. وسيد جاسم ايضا. والله انا بالنسبه لي بالنتيجه يعني حكم عملي وسفري وكذا، فما احضر مجلس الاولياء الامور بشكل دوري بشكل كامل، لكن انا امر فتره الاسبوعين ثلاثه للمدرسه، فبي اجتماعات. نعم. مدراء المدارس اذا في شكوى على طالب، في تقصير من طالب من كذا، فبي ناس تتطرق انه ليش الباب هذا مخلوع مثلا او كذا، يقول ما في سيوله نصلحه، فيتفاجئ انه بعد يومين ثلاثه تصلح هذا الباب بطريقه مجانيه من قبل احد اولياء هذه الامور والاولاد. فبالنسبه للمجهود المجتمعي اللي موجود عندنا بالمنطقه، يعني هو عمل تطوعي. قلت لك انا باشخاص كثير ما بدهم يظهروا على وسائل الاعلام ولا تحت الاضواء، يقدم خدمه ويتراجع من دون ما حدا يشوفه. وانا طبعا ما اتكلم عن نفسي، بس انا اتكلم باسمهم، لانه هذول الاشخاص ما اريد اذكر اسمائهم، هم كثر قدموا خدمات ترفع لها القبعه بصراحه. اكيد. كل التحيه يعني لحضراتكم الكريمه، لكل اهلنا الطيبين بمعدان، بكل يعني اطراف الرقه. ان شاء الله يا رب يكونوا بالف خير،
وإن شاء الله يا رب يعني الخير يعم أرجاء سوريا الحبيبة بكل المحافظات وبكل القرى إن شاء الله. كل التحية لحضرتك سيد حمود مخلف الفرج، رئيس الجمعية الفلاحية في قرية الحمدانية منطقة معدان الرقة. شكرا جزيلا لحضرتك. أيضا بدي أشكر حضرتك سيد جاسم محمد الكدرو الحمادة. نعم. تمام نعم. يعني كنت حريصة على أنه أقول الكنية تماما مثل ما هي. وحضرتك يعني تاجر من المجتمع المحلي بريف الرقة المحرر، حييت وبوركت أعمالك. شكرا لك. أريد نشكر إحنا القيادة العامة هو الجيش والقيادة السيد الرئيس بتحريرنا من الإرهاب، ونشكر سيادة المحافظ والله ما قصر يمشي على كل الاتجاهات يعني، والمجمع التربوي ومدير التربية. شكرا. وأكيد عليكم يعني كثير مسؤولية رئيس الجمعية الفلاحية. نعم. والمدراء المدرس مشكورين كلهم. والدراء من عندكم والقطن. نعم. من عندكم تتحملوا يعني مسؤولية. نعم. فعليكم حمل كثير كبير. أهلا وسهلا بكم يعني. شكرا. تحياتي. شكرا لحضراتكم. شكرا. الشكر موصول لكل طبعا مشاهدينا عبر التربوية السورية، من الأكون على خير دائما مع نموذج حاضر بيعطي الصورة الأجمل والأحلى عن مجتمع بلدنا الحبيب سوريا. تبقوا بخير، إلى الملتقى.